مساء الخير أيها السيدات والسادة، الزملاء، الضيوف الكرام. إنه من دواعي سرورنا أن نرحب بكم في هذه المحاضرة المفتوحة للجمهور لمركزة دراسة التشريع الإسلامي والأخلاق حول الإصلاحات في قانون المتعلقة بالهجرة. ومعنا اليوم عدد من المتحدثين المرموقين، لكن قبل تقديمهم أريد أن أدعو مدير مركز التشريع الإسلامي والأخلاق الدكتور طارق رمضان. In the name of God, the most compassionate, the most merciful. بضع كلمات أريد أن أقدمها لكم. أريد أن أشكر البروفيسور جورديني لتنظيمه لهذه المحاضرة نيابة عن المركز، وهذا الموضوع، موضوع الهجرة وحقوق الإنسان، هو موضوع نتداوله اليوم. ونرحب بكم معنا في هذه الأمسية. لدينا هذه المحاضرة والتي تتزامن مع الندوة الجارية والمتعلقة بقضايا المتعلقة بالعمالة المهاجرة، وبدأنا أول أمس واليوم، عفوا أمس واليوم وغدا، معنا علماء النص وعلماء الواقع الذين يتداولون هذه القضية من الجانبين. ما نريد أن نقوم به وما قررناه منذ البداية عندما يتعلق الأمر بالأخلاق وكذلك المرجعيات الدينية، نريد في هذا المركز، مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، أن نتداول كل القضايا ونطرح كل الأسئلة التي يجدر بنا طرحها في كل المواضيع. وهذا شيء نعرفه، طبعا هذا الموضوع هو حساس، ونريد أن نتداول الموضوع من خلال طرح الأسئلة المناسبة والأجوبة المناسبة من منظور إسلامي. وعلما منا أن هذه قضية دولية، خصوصا عندما نتحدث عن العمالة المهاجرة وكذلك اللاجئين. في هذه الحالة نحن نتحدث عن قضية دولية عالمية موجودة في كل البلدان. ليس بإمكان أي دولة أن تقدم دروسا في هذا الصدد حول الوضع في هذه المنطقة أو في منطقة أخرى، ولا بد أن لا نعبر عن نكراننا لهذه الحالة. هناك أشياء موجودة ولا بد أن نصلحها في كل أصقاع العالم. ليس هناك دولة بإمكانها أن تقول إننا It's not to be critical for the sake of being critical, and we are happy because we are saying something about one country and not others. No selection, no double standards, but critical and constructive at the same time. This is what we are trying to do in the center. We want to base and to rely on facts and figures and minds that are helping us to reform the situation. Knowing also that we are not only dealing with migrants, it's a very complex issue. We are dealing with religions and religious principles, yes, because we want to come to something which has to do with what are our ethical principles. If you are a Christian, a Jew, a Buddhist, a Hinduist, a Muslim, an atheist, an agnostic, there is an ethical issue here. And we have to come to this critical discussion about where do we stand with our values when we see day in, day out that these values are contradicted by the way people are dealing with migrants or refugees. عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المهاجرين واللاجئين، قضايا حقوق الإنسان هي مهمة، لكن لابد أن تكون مقاربتنا ومنهجيتنا شاملة. لا نريد أن نتحدث فقط عن دول بعينها، وإنما عن تعامل عابر للحدود الجغرافية حول كيفية التعامل مع الأشخاص. لابد أن نبدأ بالمسألة من الناحية التربوية والتعليمية حول كيفية التعامل مع الأشخاص، وكذلك كيفية تغيير المنظورات التي تقول إن بعض الأشخاص هم أكثر إنسانية من الآخرين. نحن نتعامل مع هذه الأفكار المسبقة النمطية وكذلك الوضع الاقتصادي. عندما تكون لديك موارد مالية يرحب بك أكثر من غيرك، ذلك الرجل أو المرأة التي ليس لديها موارد مثل ما هو لديك، وهذا ما سنراه هذه الأمسية. إذن الخطوة الأولى
هي لا أن نبالغ في تبسيط المسألة أو نقوم بتسييس الموضوع واستهداف دولة بعينها. نريد أن نقوم بإصلاح الوضع، هكذا ننظر إلى المسألة، وهكذا نريد أن نشارك في هذه المسألة. لذلك في هذه الأمسية نحن نتطرق إلى موضوع حساس، لكن نرحب بكل أسئلتكم طالما أنكم تطرحونها بشكل بناء وليس فقط من أجل النقد أو النقد من أجل النقد. إذن نريد أن نصل إلى نقاش أكاديمي يرمي للوصول إلى حلول. إذن شكرا لكم مجددا وعمتم مساء. إذن في هذه الجلسة لدينا عدد من العلماء والخبراء، وسأقدم بضع كلمات وأسمح لنفسي كمدير لهذه الجلسة. إذن دكتورة لطيفة رضا، والتي تدرس الفلسفة السياسية في الجامعة الأمريكية ببيروت، وكذلك هي مستشارة في منظمة العمل الدولية. دكتور جواد سيد، وهو أستاذ حول السلوك المؤسسي في جامعة هادسفيلد في المملكة المتحدة. السيد جبير حويل، وهو مدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. من دواعي سرنا ليكون معنا هنا. وأخيرا وليس آخرا، الشيخ علي القرداغي، وهو سيكون المتحدث الأخير، وهو أستاذ في الفقه الإسلامي، أصول الفقه في جامعة قطر، وكذلك الأمين العام للاتحاد الدولي لعلماء المسلمين. إذن سنعطي لكل واحد في هذه الجلسة 10 دقائق ليتحدث من منظور القانون الإسلامي والتقاليد الإسلامية وانتقاد بعض القوانين وكذلك الممارسات التي تنظم العمالة. سيتم التعامل معها بعلاقتها إذا كانت متماشية مع الأفكار الإسلامية والتشريعات والأخلاق الإسلامية. الأسئلة التي ستطرح: ما هي الأولوية؟ ستكون الأولوية للأخلاق والمبادئ الإسلامية أم مبادئ أمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان أم الاقتصاديات العلمانية المختلفة؟ إذن ما هي الإصلاحات السلوكية والتشريعية التي لا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والمبادئ الإسلامية؟ كيف بإمكان العمل الوافدة أن تستفيد، وكذلك دول مجلس التعاون دول الخليج العربي، أن تستفيد من هذه الإصلاحات؟ هذه قضايا حالية مثيرة للجدل، لكن مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق يصر ألا نبتعد عن هذه المواضيع ونناقشها بشكل مفتوح، وكذلك نحاول أن نسعى للحصول على إصلاحات تكون متماشية مع مبادئ الشريعة وكذلك المعايير الدولية. إن الإصلاحات المتعلقة بالمهاجرين في دولة قطر تم اقتراحها قبل سنة الآن من قبل السلطات القطرية، وتم تمريرها الأسبوع الماضي من قبل مجلس الوزراء، لكنها لا تزال تحتاج إلى توقيع الأمير البلاد، وتحتاج إلى سنة حتى يتم البدء في تنفيذها في نهاية 2016. إن هذه الإصلاحات من خلال طبعا البيان الذي تم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو أن يتم أخذ الكفالة من يد الأفراد المواطنين، وستكون بيد الحكومة أو الدولة، وكذلك ستكون العلاقة تعاقدية. ليس هناك أي تفاصيل حول كيف ستختلف الأمور عن ما هو موجود في التعاقدات الموجودة حاليا. المسألة الثانية: كل أرباب العمل سيطلب منهم أن يدفعوا الرواتب من خلال التحويلات المصرفية، وسيكون هناك حاجة لتكون هناك سجلات لدفع الرواتب المبالغ المطلوبة وفي الوقت المحدد. طبعا هذه من الاحتياجات والضرورات عندما يتعلق الأمر بالقوانين الإسلامية، وهذه تعتبر من المضرورات عندما يتعلق الأمر بالنسبة للعمال هنا في دولة قطر. وطبعا لن يكون هناك أي اقتطاعات إلا إذا كان هناك تضمين لأي
فاتورة أو متضمنة في ذلك، وكذلك سيتم إلغاء سمة الخروج، لكن لابد أن يتم إعطاء 72 ساعة لرب العمل ليعرف أنه سيغادر، وكذلك سنحتاج كذلك نحتاج إلى مراجعة قضائية بالنسبة لبعض الأمور المتعلقة بهذا الأمر. المسألة الرابعة أن يعطي رب العمل حق لمغادرة العامل لمكان العمل، هذه كذلك سينظر فيها في هذا القانون الجديد، وخصوصا عندما تكون أو يكون العقد غير محدد لتاريخ النهاية، فإنه يمكن للعامل أو الموظف أن يغادر بعد 5 سنوات. وكذلك نحن نراقب العقود الجديدة، وكذلك سيتم زيادة المدة إلى 3 سنوات بالنسبة للعقود الجديدة. وعندما ينهي الموظف الفترة التعاقدية ويعود إلى منزله، سيحتاج إلى رسالة تقدم من رب العمل إذا كان يريد العودة مرة أخرى. إن لم تكن هذه متاحة فلن يتمكن من العودة قبل 2 سنوات، لكن هذه الفترة تم تقليصها إلى 6 أشهر. لست أدري أن ما تم تمريره الأسبوع الماضي هو تماما ما تم اقتراحه، لأن مسودة القانون لم يتم نشرها، لكن ما هو واضح أن هناك رغبة وإرادة سياسية لإصلاح القانون داخل البلاد هنا في دولة قطر. إذن هذا المنتدى، هذا الحوار يتعلق بالمهاجرين أو عفوا الهجرة هنا في دولة قطر، لكن لابد أن لا ننسى أن هناك أنواع أخرى من اللجوء التي تحدث في دول أخرى بسبب الحرب وبسبب ظروف أخرى كما تناقشنا في هذه الندوة. وهنا أتحدث بشكل خاص عن اللاجئين السوريين الذين يهربون من ويلات الحرب التي تجري في سوريا ويهربون إلى دول مختلفة. وطبعا إنه من الواضح أن الإسلام يطلب من المؤمنين بهذا الدين بأن يساعدوا المستضعفين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وكذلك الهجرة هي كذلك كانت مبنية على نفس المبدأ هروب الناس من الاضطهاد وأن يكونوا قادرين على الحصول على سبل رزق جديدة. وطبعا أريد أن أعطيكم خلفية على مقال تم نشره مؤخرا في صحيفة كندية. طبعا الصور المرعبة التي وصلتنا حول اللاجئين في أوروبا لا تبدأ بصورة ذلك الطفل. إن وكالة أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي تقول إن هناك تزايد في عدد الفارين من ويلات الحرب، ولقد تم إصدار تقرير أن 42,500 شخص يغادرون ويفرون من بيوتهم بشكل يومي، وطبعا هناك مراكب يركبها هؤلاء الفارون في ظروف صعبة وبشكل متزايد. الكثير من الحكومات في مناطق مختلفة من العالم استجابت من خلال وضع سياجات فاصلة، وكذلك احتجاز بعض هؤلاء الأشخاص، وكذلك والقول إن هؤلاء يحاولون أن يقوموا بعملات إرهابية. حتى نركز على السوريين، حيث المسلمون والمسيحيون والفلسطينيون والمدنيون بصفة عامة، الأطفال والنساء يجدون أنفسهم يقعون ما بين همجية النظام السوري وما بين ما يقوم أو تقوم به تنظيم الدولة. ظروفهم هي صعبة، وطبعا الإسلام يطلب منا أن نغادر هذه الظروف الصعبة حتى نسعى للحصول على حياة
الأفضل، لكن إن هجرة الإنسانية لم يتم تحريرها بسبب الرأسمالية، حيث أن التعامل مع المنتجات والتركيز على المبادئ الرأسمالية، حيث نجد أن هناك تزايد في العنصرية، والتي هي نجدها في كلا طرفي السياسات سواء اليمينية واليسارية. وطبعا هناك صعوبات يواجهها هؤلاء اللاجئون، وفي بعض الحالات يكون هناك صعوبة في التعامل معهم. كما قال جورج أورويل وهو كاتب بريطاني، قال إن القومية الوطنية تعني أننا نفكر أننا أفضل من أناس آخرين. إن المشاهد المريعة التي رأيناها مثلا في المتجر، حيث أن اللاجئين تم وضعهم في أماكن محتجزين فيها، وكذلك المصور المجري الذي بدأ يضرب طفلا سوريا وكذلك يحاول أن يهاجم الكثير من الأشخاص السوريين، وكذلك البيانات التي تقدمت بها بولندا وغيرها من الدول. وفي الوقت نفسه من الجميل أن نرى بأن السويد وألمانيا اتخذت موقفا مختلفا. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقول، نشرت في 4 سبتمبر 2015، وقالت أكثر من 11 مليون سوري عانوا من النزوح داخل سوريا، وأغلبهم سنة، ولبنان 1.2 مليون وهو ربع سكان لبنان، العراق 150 ألف، الأردن 630 ألف، مصر 130 ألف. هؤلاء لاجئون مسجلون، وربما الأعداد والأرقام هي أكثر من ذلك. وهذه الدول هي تحاول أن تأخذ الرقم أو العدد الأكبر من اللاجئين، وبدأ العبء يثقل عليها. 330 ألف نزحوا وهربوا إلى أوروبا، والولايات المتحدة أخذت 1519 ووعدت بأن تأخذ 10 آلاف لاجئ سوري، والدول أخرى بدأت تلحق بنفس الركب. دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دفعت 100 مليون لمساعدة وضع عدد من الخيام في المنطقة المحيطة بسوريا، ولا بد أن تكون هناك طلب من عدد من الجهات لأن تستضيف دول الخليج عددا من السوريين اللاجئين. والمملكة العربية السعودية تقول أن هناك 500 ألف سوري في المملكة، والإمارات تقول أنها أخذت 160 ألف منذ 2011. وليس من الواضح يتم، إذا كان هؤلاء السوريين يتم قبولهم كلاجئين ويتم إعادة توطينهم بالتماشي مع اتفاقيات المعنية بشؤون اللاجئين. الأسباب التي أبدتها دول مجلس التعاون الخليجي لعدم أخذها للاجئين هو التخوف من أي نزاعات أو مشاكل إثنية أو طائفية. هم قلقون إذا ما كان هؤلاء السوريون يهربون من الأسد أم من تنظيم الدولة. هل هذا قلق مشروع بالنسبة لأغلبية السوريين اللاجئين؟ نعم، لقد ظهرت بعض المشاكل الطائفية في لبنان وفي تركيا، لكن في 3 سنوات الماضية لم نرى أي تبعات جادة لذلك. في مصر التي رحبت عادة أو في البداية بالسوريين، توقفت عن إصدار سمات الدخول، وإذا ما انتهت سمة الدخول ربما صلاحيتها فلن يتمكنوا من الدخول مرة أخرى. من جانب آخر، ربما
السوريون لا يرون بأن دول الخليج هي مرحبة بهم وبالتالي لا يريدون القدوم، ربما لا يشعرون بأن دول الخليج ستوفر لهم الفرص التي قد توفرها أوروبا، لذلك يجازفون بحياتهم للذهاب إلى أوروبا علما منهم أن آلاف منهم لا يصلون إلى الأراضي الأوروبية. كما هناك لوم على دول الخليج كما هو الشأن بالنسبة لأمريكا لأنها شنت الحرب على دول على الأسد دون ما أخذ عدد من اللاجئين وكذلك عدم مساعدة إعادة توطين اللاجئين. هناك محاججة أخرى تقول إن الولايات المتحدة لم تتدخل بما يكفي ضد نظام الأسد لأنهم لم يكونوا يريدوا أن يجازفوا بالمحادثات النووية مع إيران، و فإن المدنيون السوريون هم يقعون ما بين هذين المشكلتين. معلق تلفزيوني كويتي يقول إن الكويت غالية بالنسبة للاجئين لكنها مناسبة أكثر بالنسبة للعمالة. لست أدري ما يعني، هل هو يعني أن فقط للعمل وليست مفتوحة للاجئين أم أن ربما كل لاجئ سيحتاج إلى كفيل في هذه الحالة. ما هو مفاجئ أكثر هو أنه واصل بالحديث وقال ليس بإمكانك أن ترحب بأشخاص من بيئة مختلفة من مكان آخر لديهم مشاكل أو صدمات أو مشاكل نفسية وتدخلهم إلى مجتمعك. نعم قد يكون هذا صحيحا عندما يتعلق الأمر بكل 5% من عدد السكان ربما قد يواجهون مشاكل عقلية أو نفسية، لكن أحاجج وأقول هذا ليس سببا لرفض مسلمين آخرين، على النقيض من ذلك هذا سبب يجعلك ترمي إلى مساعدتهم. هذا لا يعني بأن دول الخليج لم تأخذ لاجئين في السابق بما في ذلك اللبنانيين وكذلك فلسطينيين وما إلى ذلك. الكويت أعطت عددا كبيرا من السوريين إقامة دائمة 120,000 وكذلك أخذت لبنانيين وكذلك عراقيين عندما عانوا من النزوح بسبب الحرب. السؤال الذي يطرح هل بإمكاننا نجد سبلا أفضل لمساعدة ما يسمى وما يعتبر الأزمة الأكبر من اللاجئين؟ لقد استغليت وقت الندوة هذه الليلة كمدير لهذه الجلسة، أشكركم جزيل الشكر، لكن أريد أن أقدم الآن المتحدثة الأولى دكتورة لطيفة، فلتتفضلي مشكورة. سوف أكون مقتضبة، سوف أتحدث عن مفهوم الهجرة المؤقتة وعلاقتها بمبادئ الإسلام، وسوف أنتقل أيضا للحديث عن بعض الثغرات في قانون العمل المعاصر، وسوف أتحدث أيضا عن العلاقة الرئيسة بين مبادئ القانون الإسلامي، ومن ثم سوف أنتقل لأتحدث عن مزايا الإصلاح باقتضاب أو الطريقة التي يمكن أن نطرقها في هذا المقام لكي نجري إصلاحات. إن هذا المفهوم هو متجذر في الشريعة الإسلامية وفي القرآن وفي الحديث وفي الأشكال الأخرى من الدستورية في عالمنا وفي مناطقنا. إن هذا الجدل الأخلاقي المرتبط بالعمالة والهجرة تحدث فيه المسلمون وعلماء المسلمون خلال العقود الماضية وخلال التاريخ، وهذا مرتبط بالتقليد والحداثة، وهناك تفسيرات بالفعل عصرية لمبادئ الإسلام ومقاصد الشريعة، وبسبب القضايا المرتبطة بالهجرة ولأنها تؤثر تماما على رفاه وازدهار ومعيشة الإنسان، وبالتالي هي تتماشى مع المقاصد، مقاصد الشريعة، ومع الحاجات أيضا المتصلة بالمقاصد والضرورات، وهي أيضا مرتبطة بالهدف المقصد الأساسي للإفاء بهذه الأهداف، لا سيما النهوض برفاه المجتمع والمصلحة العامة. في العالم العربي لسوء الطالع العمال ذوو المهارات المتواضعة
لا ينظر إليهم من وجهة نظر دستورية راسخة، ولا ينظر إليه من وجهة نظر مدونة الممارسة الأخلاقية الإسلامية على العموم. هنالك عنصران أساسيان للهجرة في السياق الإسلامي، وهي مرتبطة بتجربة صدر الإسلام، أي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الهجرة الأولى مرتبطة بمفهوم الظلم، والأمر الآخر مرتبط بالمؤاخاة أو التضامن. عندما يتصل الأمر بالظلم كما نعرف، ثمة أحداث ارتبطت بالهجرة الأولى في السيرة النبوية، وهي كانت متصلة بالمسلمين الأوائل وتعرضهم للاضطهاد والقصر والعنف، وأيضا المقاطعة الاقتصادية والتهميش الاجتماعي، الترهيب والانعزال أو العزلة. إن هذه العناصر هي عناصر اجتماعية أساسية، وهي تشكل مركزا أساسيا في تشكل قطب الروحة في التاريخ الإسلامي، لا سيما تلك التفاصيل التي دفعت المهاجرين الأوائل لكي يهاجروا من مكان إلى الآخر. وكما قال السيد، هؤلاء الأشخاص ربما يتعرضون للعنف أو القمع والاضطهاد، و بالتالي فإنهم يحاولون أن يفروا من هذا الاضطهاد، وهذا بحد ذاته عنصر أساسي في العدالة الإسلامية، أي الهجرة. الأمر الآخر مرتبط بمفهوم التضامن الذي يعزز من القيمة الإسلامية أو الأخلاقية لمبادئ الإسلام ومقاصد الشريعة. المؤاخاة في تلك الفترة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرة الأوائل كانت متصلة ب ما يسمى بعقد المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. كما نعرفون، الأنصار كانوا المضيفين، والمهاجرين هم أولئك الذين هاجروا من مكة إلى المدينة كما نعرف. والمهاجرون والأنصار على حد سواء ذكروا في القرآن الكريم عدة مرات. إذن الجالية المضيفة والجالية المهاجرة تأخذ فيما بينها، وهذا أساس في التفسير العصري للمقاصد عندما يتصل الأمر بحماية المال والنفس وأيضا السخاء والتعاضد الاجتماعي. هناك جزء آخر مهم من ناحية أخلاقية، أعني بذلك المؤاخاة. المؤاخاة لم تكن مرتبطة بالعرق أو اللغة أو الترابط القبلي والولاء القبلي، لأن الإسلام أراد أن تكون سياسته ضامة للجميع وضامة لكل المكونات في تلك المدينة. وإن التعليم، تعليم الهجرة الأولى، لا سيما الهجرة إلى الحبشة قبل الهجرة الكبرى إلى المدينة، طبعا كان دافعها الاضطهاد، وكانت عبارة عن أعمال متصلة بتعزيز العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، ودعم فكرة حرية الأديان التي أعززها الإسلام بغض النظر عن من يمارسها. بالنسبة لحقوق المهاجرين والعمال، وفقا للحديث النبوي أو وفقا للسيرة النبوية أو الإسلام، هنالك مبادئ توجيهية تعزز من حماية العمال، وأيضا العمل، توفير العمل اللائق والمساواة في الأجور، وأيضا عناصر أخرى وحقوق أخرى، رغم أن هذه لم تقنن في الفقه الإسلامي برمتها. إن العمل والعمال والهجرة كان ينظر إليها وكأنها نشاط بعيد عن تفاصيل أو مبادئ الإسلام، لأن هنالك أمور مرتبطة ببعض التفاصيل التي حصلت في الجاهلية قبل بزوغ نجم الإسلام. إن التعاليم الإسلامية أيضا عززت من أهمية المساواة بين البشر، وطبعا هذه طبقت على العمال على نحو مباشر أو غير مباشر. إن مبدأ المساواة يطغى على هذه العلاقة. في العالم العربي المعاصر، إن الهجرة في جلها
قائمة على طلب العمل المهاجرون يمكن أن يدفعوا للسفر لأسباب شتى وغالبا كما قال البروفيسور ري اللاجئون أيضا يشكلون جزءا من المهاجرين وإذا ما نظرنا إلى الدافع الذي يدفع هؤلاء الأشخاص لكي يهاجروا ولكي نفهم الظلم بطيفه الواسع وهذا متصل أيضا إلى الحرمان الاقتصادي ويمكننا أيضا أن نضمن ذلك أو نعتبر المهاجرين كأنهم عمال وعندما يفرون أيضا من العنف أو الصراعات أو الظروف القاسية والنزاعات فإنهم يمكنهم أن يصنفوا ضمن هذا التصنيف عندما نأخذ بعين الاعتبار الأنواع المختلفة من القمع والظلم وهم يتحدون ضمن هذه المظلة مظلة المهاجرين عندما يتصل الأمر بالعمل لأن اللاجئين رغم أن العمل أو السعي وراء العمل لن يكون دافعا لهجرتهم لهجرة اللاجئين ولكنهم يريدون أن يعملوا في البلد المضيف على نحو مؤقت أو على نحو دائم غير نظامين أو نظامين شرعيين أو غير شرعي بطريقة أو بأخرى إن العمل جزء لا يتجزأ من تعريف اللاجئين في عصرنا الحالي وهو أساسي ل معيشة اللاجئين في أي مكان في العالم. إن في منطقتنا هناك الكثير من المهاجرين ذوو المهارات المميزة ولكن هناك الكثير من ذوي المهارات المتواضعة في هذه المنطقة وهناك مشكلة مرتبطة بالعاملين في المنازل في العالم العربي لا سيما الخادمات لأنهم مستضعفين ضعفاء لا ينتمون إلى مظلة القانون في بلدان مختلفة كالأردن ولبنان وبلدان أخرى سوف أنتقل إلى التوصيات وهذه التوصيات تتداءب فيما بينها التوصية الأولى هي متصلة بهذه الثغرة أي أعني بذلك تهميش العمال من قانون العمل ذاته فهم لا ينظروا إليهم كعمال وفقا للقانون إن الخطوة الأولى للإصلاح هي أن نقر ونتأكد من أن هؤلاء العمال هم يصنفون كعمال بطبيعة الحال ونحاول أن نحميهم وفقا لقانون العمل لأن هذا سوف يفضي أيضا لسد الثغرات الأخرى المتصلة بالتشريعات الخاصة بالمهاجرين أو العمل الوافد أولئك الذين لا يندرجون ضمن الضمان الاجتماعي أو الضمان التأميني أو أمور أخرى يغفلونها أو ربما الرواتب المتدنية وما شاكل ذلك والمزايا الأخرى لذلك الخطوة الأولى يتعين علينا إدراجهم في هذا القانون الأمر الآخر مرتبط بالتوصية الأولى وهي متصلة باعتماد الممارسات الفضلة وتعزيز آليات التفتيش وتعزيز أيضا ما يسمى بالإشراف على ممارسات الشركات التي توظف هؤلاء العملاء وإذكاء الوعي في هذا المقام ومعرفة العمال لحقوقهم وواجباتهم وأخيرا النقطة الثالثة متصلة بإيلاء الأولوية للإصلاح القانوني عوضا عن الاعتماد على الاتفاقيات الثنائية التي تستخدم عادة لسد ثغرة هنا أو ثغرة هناك متصلة بالنظم وعلاقتها بالعمال وأولئك الذين يعملون بالمنازل أو الخادمات أو ما شكل ذلك في ذات التصنيف إن عملية جعل هذه العلاقة علاقة رسمية بين رب العمل والعامل يجب أن تطلع بها الدولة المضيفة أو دولة الوجهة وحكومة المنشأ يجب أن يطلعوا بمسؤوليات أيضا لكي يحموا مواطنيهم في الخارج وإذا ما تحدثنا عن إصلاحاتنا هنا في بلداننا في منطقتنا يتعين علينا أن نقر أن هناك مسؤولية تطلع بها الحكومات لكي تلتزم بالممارسات الفضلة لكي نحاول أن نتجنب حقيقة أن بعض الناس يحصلون على سبيل المثال رواتب متدنية مقارنة مع آخرين يقومون بذات العمل و أخيرا سوف أحاول على نحو المقتضب أن أتحدث عن الاستفادة من هذا الإصلاح
بطريقة أو بأخرى هناك الكثير مما يمكن قوله ولكن سأركز على عنصر أو جانب واحد ألا وهو النهوض بمبادئ المساواة والمساواة في الرواتب والدفع في التوقيت المواتي أو الحسن وأيضا تعزيز التنمية البشرية والبلدان هنا يمكنها أن تستقي الإفادة بسبب التنمية البشرية وهذا مفهوم طوره علماء الاقتصاد حديثا واقترح من قبل علماء الدين الإسلامي منذ عهد ليس ببعيد فقد تحدثوا عن المصلحة العامة وفقا لمقاصد الشريعة والتنمية البشرية ومعدلاتها هي منخفضة في الدول المسلمة دول الخليج والدول الأفريقية في ذيل القاطرة وفقا ل التصنيفات ونحن نجد على سبيل المثال معدلات منخفضة فيما يخص التنمية البشرية في الأماكن التي تعزز فيها التنمية الاقتصادية وعشرة الاقتصاد تمضي على قدم وساق إن التنمية البشرية مرتبطة بما يسمى العمل اللائق والمعيشة اللائقة والمساواة بين الجنسين وهذه مؤشرات مختلفة هناك مؤشرات إضافية بطبيعة الحال والمعاملة الفضلى للعمال أردت فقط أن على نحو المقتضب أن أتحدث عن الحكومات أو الشعوب أو الأفراد أو الجاليات أولئك هذه المنظومة المهتمة بالإصلاح يمكنها أن تستقي الإفادة بطرق أيضا مميزة ربما روحية في المخيال الجمعي للأمة وبالتالي يمكننا أن نعزز من هذا المقام من خلال القيام بالشيء الصحيح والحفاظ على النفس الحفاظ على حياة البشر من خلال اتباع المصلحة العامة وهذا سيعزز من التنمية البشرية في الدول المضيفة وهذا سيساعد أيضا العمال إذا هي مصلحة متدائبة وهي مصلحة مشتركة لا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مقاصد الشريعة واتباع المسار الصحيح سيداتي وسادتي إن سلطة الإعلام تدخل وطلب مني أن يتحدث الدكتور القرداغي الآن شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين إخوتي الكرام أخواتي الكريمات أحييكم جميعاً بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأنا أعتقد أن هذه التحية تحمل في طياتها نفسها هذه التحية سلام كلمة شاملة لتحقيق السلام لكل إنسان يعيش على هذه الأرض وعلى الأمة الإسلامية بل وعلى كل إنسان أن يسعى لتحقيق هذا الأمن والأمان للآخرين كما يحبه لنفسه لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأنا أعتقد تكرار هذه الكلمة في تحياتنا وحتى في شعائرنا في الصلاة ونختم بها الصلاة للتأكيد على هذا المعنى بأن سلام الإنسانية سلام واحد وأمن الإنسانية أمن واحد وأن هذه الكرة الأرضية مملوكة لنا جميعاً وليس لفئة دون فئة وأن كما يقول رب العالمين في سورة الرحمن والأرض وضعها للأنام الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض لجميع المخلوقات لجميع البشر وليس لفئة معينة ولذلك لا يجوز لأجل الأرض أن يحارب أحدنا الآخر أو أن يؤذي أحدنا الآخر أو أن يظلم أحدنا الآخر ومن هنا جاءت هذه الشريعة الربانية التي هي منبثقة من الفطرة لتعطي أكبر قيمة لقيمة العدل
وأشد قيمة على وجه الأرض لقيمة الظلم. الظلم بكل معنى، بل إنه إنسان يستغرب أن الله سبحانه وتعالى جعل مرجعية الشرك، وهي أخطر شيء بالنسبة للإسلام وبقية الأديان، جعل المرجعية الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، يعني معناه مرجعية الشرك وهي أكبر خطر على الإنسان أشأل الظلم. ولذلك رب العالمين أيضا لا يهلك الكافر لأنه كافر، أو ينزل المصائب والمشاكل، وإنما عندما يكون هناك ظلم حتى ولو كان مسلما. يعني دائما الآيات القرآنية ربطت بين الظلم وبين الهلاك، ولم تربط بين غيره. لذلك أعجبتني كلمة جميلة جدا لأحد علماء السلف الكرام، يقول وهو من فقهاء المالكية العظام، يقول: حينما استقرأت قمت بالاستقراء في القرآن والسنة، وجدت أن جميع المبادئ والقواعد لابد أن يكون فيها استثناء، وحاولت بكل جهدي أن أجد استثناء للعدل، فلم أجد استثناء للعدل، العدل المطلق، بينما أي مبدأ مساواة قد لا تحقق المساواة العدل، أي مبدأ من المبادئ لابد أن يكون فيها استثناء، ولكن العدل أبداً ليس فيه استثناء، لأنه بالعدل تقوم الإنسانية وتنتشر الحضارة وكل شيء حقيقة تتحقق بذلك. موضوعنا حقيقة هذا منطلقه، ما يحدث في العالم الغربي والعالم الشرقي وفي عالمنا وفي خليجنا، لابد أن نعترف هي مشكلة الظلم، هي مشكلة الظلم، سواء كان ظلم الحكام على المحكومين، أو ظلم المحكومين على الحكام، أو ظلم الفئة على فئة، أو دولة على دولة، هي حقيقة مشكلة الظلم. حتى قضايا القوميات، حتى قضايا الأقليات، حتى المشاكل بين الدول، كلها تعود إلى هذه المشكلة. فلذلك لابد أن نربي أنفسنا تماما على هذه المسألة. ونحن اليوم حقيقة موضوعنا الإصلاح الضروري لأوضاع العمالة المهاجرة، والأخلاق الإسلامية وحقوق الإنسان واقتصاد السوق، هذه هي موضوعنا. ومن هنا حقيقة نتحدث باختصار شديد عن هجرتين كل واحدة منهما لها مدلولات عظيمة جدا. الهجرة الأولى هي هجرة بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، إلى هذا الملك العادل الذي يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كافر لا يظلم عنده أحد، لما يكون شخص عنده لا يظلم. فأرسل إليه مجموعة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. أنا في تصوري وفي تفسيري لهذه الهجرة، ليست هذه الهجرة في هذه المسألة بدون دلالة عظيمة جدا على إنسانية العدل، وعلى أن إنسانية العدل والاحتواء والقيم الإنسانية تجمع الإنسانية كلها، وتفضل هذا الإنسان العادل على عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو لهب، وعلى قريش وهم قبيلته، وعلى العرب وهم قومه وقوميته. هنا ظلم فقدنا كل شيء، هناك عدل جمعتنا الإنسانية. هذه إشارة عظيمة جدا إلى هذا البعد الإنساني في هذا الدين، بأن هذه الإنسانية تجمع. وأنا رأيت حقيقة في بعض الكتب، تصور القريش ما فعلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلوا، وبصحابة رسول الله صلى الله عليه، حينما جاءهم مجاعة كبيرة جدا، في بعض الروايات أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ما يعادل 500 دينار في ذلك الوقت. وطبعا 500 دينار ذهبي، كل دينار 4 جرامات وربع، مبلغ مش بسيط، جمعه من حوله، ممن حوله مهما كان. فلذلك إخوتي الكرام، هذه الهجرة إنسانية، فلا بد أننا تبقى في هذه الأمة هذا الجانب الإنساني. الهجرة الثانية هي
هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لها مدلول آخر أيضا معاني الإنسانية فيها. انظر إلى هؤلاء الأنصار، هم لم يعيشوا مع الإسلام كثيرا مثل ما نحن الآن، أبونا وأجدادنا كلهم مسلمين، هم عاشوا مع الإسلام سنة أو سنتين بالكثير، ولكنهم رب العالمين وصفهم والذين تبوأوا الدار والإيمان قبل ما يصل المهاجرون، هيئوا الدار، هيئوا مدينة كلها لاستقبال هؤلاء، وبعدين هيئوا أنفسهم وآثروا إخوانهم إيثار على أنفسهم، وإن كان في عفواً والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك هذه الهجرة حقيقة يعني نستفيد منها مجموعة من المعاني، حب إخوانك لما، والآن مع الأسف الشديد العمال يشتغلون لنا ويعملون لنا، الخادمات يعملن لأخواتنا ربات البيت، ومع ذلك ما فيش تقدير، لا توجد محبة. صحيح هذه فرق، هناك فرق بين هذا وذاك، لكن هذا الجانب الإنساني في هذا الموضوع. لذلك يعني هذه القضية بصراحة لابد أن تعالج في اعتقادنا من عدة جوانب، من جوانب أولا مبادئ عملية لابد أن نؤمن بها ونعيدها ونفعلها في نفوسنا. مشكلتنا نحن اليوم حقيقة، أنا أقول إنسانية، كنا سابقا نتهم الغرب بأنه هناك عندهم خواء روحي، ولكن أنا اليوم أقول حتى المسلمون أو معظم المسلمين أصبح عندهم فاصل بين الأخلاق والقيم العظيمة وبين كذلك تصرفاتهم وسلوكياتهم، والإسلام هو السلوك بصراحة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كل هذه الأشياء حقيقة هي للنتاج. فلذلك هذه المبادئ الأساسية لابد أننا نحيها. من أهم هذه المبادئ التي تعالج هذه القضية هي مبدأ الإحسان، مبدأ الأخوة الإنسانية، مبدأ الأخوة الإيمانية. كل إنسان في نظر الإسلام هو أخوك في الإنسانية، وهو يشترك معك في مجموعة من المشاركات، أنك من آدم وهو من آدم، أنه من تراب، كل إنسان وكلنا في تراب، أننا نحن كلنا كما قلت أننا أرحام، كلنا أقارب كما أكد ذلك القرآن الكريم في سورة النساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال علماؤنا أي أرحام الإنسانية، فأرحام الإنسانية تجمعنا جميعا، كل من هو من أولاد آدم كلهم هم أقاربنا وأبناء وعمنا ومن جنس واحد، لا فضل لأحدنا على الآخر إلا بالعمل الصالح والتقوى. لذلك هذا الجانب الإنساني يجعلك هذا رجل المسيحي، هذا رجل حتى اليهودي ما دام لا يعتدي علينا، هذا رجل الوثني، هذا أي هو إنسان، بالإضافة إلى أنه فيه نفخة من روح الله، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، إلى غير ذلك من هذه المبادئ. كذلك مبدأ التعاون والتكافل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على الإنسان نحو الإنسان ونحو الحيوان أيضا. امرأة دخلت النار في هرة لأنها حبستها ثلاثة أيام، هرة حبستها ثلاثة أيام، وامرأة أخرى دخلت الجنة لأنها سقت كلبا، وهذا كلا الحديثين صحيح في البخاري. كذلك من الأمور الأساسية عدم التمايز بين هذا كذا، مع الأسف الشديد أنا أقول هذا عمل غير مقبول، حينما أنا يعني أقلل من شأن هذا أقول هذا مثلا من الجنسية الفلانية، أو أبدا أخي هو إنسان. اليوم الله سبحانه وتعالى أكرم دول الخليج ولا أكرم بعض الدول ولا أكرم بنوع من المال، كان وتلك الأيام نداولها بين الناس، كان هناك كما ذكر لي وذكر في الصحف أنه كان هناك شخص في الكويت كان يحترم ولدا صغيرا يعمل عنده يا خادم، حتى زوجته خافت من أن هذا الولد من أولاده أنه تزوج عليها هكذا، لكن بعد ذلك لما تبين قال والله يا أنا في قبل 50 سنة
60 سنة نحن في بلاد الخليج كنا فقراء، وذهبت إلى كيرلا وهناك والد هذا الرجل كنت أعمل عنده، ولأنني عربي كان يقول أنت مثل الصحابي ومثل كذا وكذا، فأكرمني إكراما جميلا. واليوم قدر الله أنه ابنه جاي، ولما سألت أنت منين؟ من الفلان. وطيب أبوك؟ فتبين أنني كنت أشتغل عنده. هكذا أي إنسان، إنسان لا يجوز له أن يتفاخر بالمال، يتفاخر بالقيم، يتفاخر بالإنسانية. يا قيمتك بها يعني بالتزامك بهذه الأخلاق. فلذلك حقيقة هذه الأمور يعني لا يجوز أن نأخذ منها أبدا. أيضا يا إخوة الكرام، الإسلام حقيقة بالإضافة إلى مقاصد الشريعة اللي تحدثت عنها أختنا الفاضلة وكذلك الأخ الكريم راي، أيضا عندنا حقيقة عقود، والدولة شرعا يجب على الدولة أن تنظم. لا يجوز للدولة، صحيح الآن نحن في دول الخليج معظم العقود تعود إلى قطاع الخاص، ومعظم المشاكل مع الأسف الشديد هي ربما تحدث في قطاع الخاص، ومعظم المشاكل بالمناسبة أقول في داخل البيوت بالنسبة للخادمات، وهي تخص مع الأسف الشديد أخواتنا اللائي هن ربات البيوت. 90% من هذه المشاكل تحدث معهن، أي المرأة مع المرأة، وليس الرجل مع المرأة إلا في بعض الأمور الأخرى، وهي 10% كما يقولون. فلذلك هذه الأمور من الناحية الشرعية الدولة تنظم، وهنا بالنسبة لدولة قطر حقيقة نظمت هذه الأمور إلى حد كبير، ونحن نريد من الدولة أن تسير وفق هذه المسيرات الإصلاحية نحو المزيد ونحو المزيد، إلى أن تحقق القيم والأخلاق والمبادئ الإسلامية. هذا طلبنا الشرعي، ولكن الحمد لله صدر قانون سابقا، ثم صدر قانون خلال عام 2014، وهذا القانون تعتبر خطوة متقدمة، ولكننا لا زلنا إن شاء الله نحتاج إلى المزيد. وأنا أعتقد أن القيادة القطرية حريصة جدا على المضي في هذا الطريق. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يحدد، يقول بالنسبة للعطاء حينما يوزع على الناس أو الرواتب، كان ينظر إلى، يقول الرجل وجهده وعمله، كم يعمل، كم ساعة، الرجل وحاجته. قد يكون الرجل يعمل ولكنه عمله يساوي 1000 ريال، وألف ريال هنا لا يستطيع الإنسان أن يعيش به، فيجب أن توفر له الحاجيات وتوفر له الضروريات الأساسية. الرجل وسبقه طبعا، ويقصد بك، لكن أننا استفدنا منه أي الخبرة، الرجل كذلك وعلمه وفضله وغير ذلك، كل ذلك معتبر عند العمل. والدولة حقيقة تنظم هذه الأمور وفقا للقوانين، ولا يجوز للدولة، وأيضا الدولة في بعض الأحيان أن تتدخل من خلال أموالها الخاصة، من خلال أموال بيت المال، كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه حينما وجد بعض الناس يعملون غير المسلمين، وجد يهوديا يتسول، قال ما الذي دفعك إلى التسول؟ قال والله كبرت سني وكنت أعمل. فقال عمر، تألم كثيرا، قال والله ما أنصفناك، أنت عملت كم سنة؟ عمره 60 سنة أكثر، قال تقريبا حوالي 50 سنة، 50 سنة تعمل لنا ونحن والله ما أنصفناك. فقرر قرارا بما يسمى بالتقاعد. أنا أقول يا ليت يعني الدول الخليجية والدول العربية والدول الإسلامية أن تنظر إلى هذا الجانب، هؤلاء الذين خدموا سنوات طوال في هذه البلاد وبنوا هذه البلاد وساهموا في بناء هذه البلاد، فعلينا الوفاء، من لا وفاء له لا إيمان له. فلذلك هذا مهم جدا، أن هذه قيم عندنا يجب أن لا ننسى. كذلك أيضا بالمناسبة من القضايا الأساسية في الإسلام، العقود لابد أن تكون قائمة على الميزان. أنا عندي بحث في هذا المجال، وجدت أن العقود في الإسلام تصل حوالي 50 عقد، كل هذه العقود سبحان الله قائمة على له ميزان، كل عقد له ميزان، وكل رب العالمين يقول وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وكل ميزان له كفتان، وكل كفة فيها حقوق وواجبات هنا وهنا سبحان الله. فإذا اختلت هذه الحقوق أو الواجبات هنا أو هناك
أصبح هذا العقد محرما. يعني مثلا الربا لماذا محرم؟ قد يكون الشخص راضيا والمرابي راض والآكل الربا راضي، ولكنه مع ذلك ملعون، كلاهما ملعون. ليه؟ لأنهم ظلموا الميزان، لأن مقتضى القرض هنا كل الإيجابيات اجتمعت في كفة صاحب المال، وكل السلبيات اجتمعت في كفة المقترض، وهنا أصبح ظلما وأصبح حراما. وهكذا أي قانون، أي عقد إذا وجد فيه الظلم في هذه في هاتين الكفتين فهذا العقد باطل في نظر الشريعة، لأن الظلم هو الأساس. يعني حتى القرآن الكريم استعمل كلمة جميلة جدا ورائعة ورائدة في قضايا المعاملات، استعمل كلمة التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض. يقول الإمام البيضاوي، يقول تراضي يدل على مساواة حقوق العاقدين، لأن التراضي من باب المشاركة، من باب التفاعل، أن يكون الشريك المتشارك بنفس المستوى، على عكس باب المضارة عفوا المفاعلة. فمن هنا نعم إن شاء الله. وبالتالي بينما بالمناسبة حينما يتحدث عن تعامل الدولة مع الشعب يستعمل كلمة إيش؟ عفوا صيغة المفاعلة، لأن إرادة الشعب إرادة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. يبايعونك يعني أمة إرادته أقوى من إرادة حتى من إرادة الشخص الذي يبايع، لأنه هم دولة أيدك بنصره وبالمؤمنين. فمن هنا أيها الإخوة الكرام، هذه المبادئ مهمة جدا. أيضا بالنسبة لحقوق الإنسان هي قضية مهمة جدا. والآن كل علمائنا المعاصرين حينما درسوا حقوق الإنسان التي اعتمدتها حقيقة الدول الغربية والدول الإسلامية، وجدنا أنها موجودة في الإسلام قبل 1400 سنة، بل مثل ما يقول فضيلة أخي الحبيب دكتور محمد الزحيلي، يقول هذه عقيدتنا نحن، قضايا الأخلاق هي عقيدتنا وليست حقيقة قضية يعني بسيطة. لذلك هذه المسائل كلها في حقوق الإنسان، كل ما يتعلق بحق الإنسان في الحياة، حقي في الخصوصية، حقي حرية التنقل، حرية الفكرية، حرية الدينية، حرية السياسية، حق العمل، حق التعليم، هذه الأشياء كلها من صميم ديننا، من عقيدتنا. كذلك مقاصد الشريعة حقيقة نظمت هذه الأمور بشكل كبير جدا في هذا المجال. ومقاصد الشريعة هي حماية نفس دين الإنسان ونفس الإنسان وعقل الإنسان ومال الإنسان وإرض الإنسان ونسل الإنسان وأمن الإنسان ودرء الفساد عن الإنسان. هذه هي أهم الأسس الأساسية في مقاصد تكلمت هنا حقيقة، وكنت أريد أن أتكلم عن هذه المسألة، ولكن أود أن أقول أن الإسلام يحمي حقوق العمال من خلال القيم، أهم شيء، لأنها الدولة لن تستطيع أن تتدخل في كل شيء. حينما تكون الخادمة في البيت، وحينما يكون العامل في المتجر ولا في المصنع، لا تستطيع الدولة أن تراقب، إنما المراقبة هو لله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله كأنك ترى، كل القرآن الكريم يركز على مسألة التقوى وعلى مسألة الإحسان. ومسألة الإحسان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله، وكلمة حتى في رواية أخرى صحيحة يقول أن تعمل لله، وفي رواية ثالثة أن تخشى لله. أن تعمل لله كأنك تراه، حينما أنت تعمل وحينما أنت تعذب وحينما أنت تعمل أي شيء، أو أن تعذبي أيته الأخت الفاضلة أو أي كذا، فأنت كأنك ترين الله سبحانه وتعالى. وإذا لم تكوني ترينه أو لم تكن تراه فإن الله يراك. إذن هذه العقيدة كيف يصدق؟ مثل هذه البنت الصغيرة التي أمها كانت تطلب منها أن تغش، فقالت الأم والبنت الصغيرة ترفض، يا جماعة اتق الله يا والدتي، ما يصير هذا حرام، من غشنا فليس منا. فهي ماذا تقول؟ يقول يبدو أنك تخافين من عمر، وطبعا عمر سلطة. قال لا والله، إذا كان عمر لا يدري فرب عمر يدري. هذا هي الأساس، إحنا نريد أن نحيي هذه القيم، وبهذه القيم أجمل دعوة. والله يا إخوتي وأخواتي، هذه الأمور إحنا، أنا عندنا خبرة في هذا المجال،
الذين أسلموا خاصة من العلماء والمفكرين، والله أسلموا حينما وجدوا أخلاقيات الإسلام. ولا يمكن أن يسلموا بالعنف، ولا يمكن أن يسلموا بالقوة. أنا دكتور أستاذ الجارودي حكى لنا قصته في جامعة قطر وأنا كنت أقدمه، قال والله أنا أسلمت من خلال أخلاقيات جندي فرنسي، ولا يسع المجال ربما أسأل عن هذا. والله إحدى الأخوات الكريمات كانت جارة لي وتريد أن تؤثر فيه لأنها كانت قسيسة قدرا، وهي تريد أن تؤثر فيه، والله شاءت أن تتأثر فأسلمت المرأة. بعد ذلك قلت كيف أسلمت؟ هل بالمناقشة؟ قال لا والله أسلمت عن طريق أهلك، يعني أهلك وأهلك عفوا وغير ذلك. هكذا فالأخلاقيات الجميلة هي من سماتنا. كذلك حقيقة يعني حقوق العمال، وهناك إسلام نظم هذه الحقوق. إحنا عندنا في الفقه الإسلامي شيء اسمه مقتضيات العقد. قدراً مقتضيات العقد في القانون الفرنسي والقوانين الوضعية هي من صناعة الإنسان، يعني يستطيع الإنسان كما يقال العقد شريعة المتعاقدين. إحنا في الإسلام ما يتعلق بحقوق العاقدين هذا ليست جعلية، حتى خاصة الأمور الأساسية. ليه؟ حتى ما يتدخل الإنسان القوي فيفرض إرادته على الإنسان الضعيف كما حدث في أوروبا. أوروبا ونحن نتكلم عن اقتصاديات السوق، اقتصاديات السوق كانت تتعامل بفكرة الحرية، حرية السوق، وبقانون الأرض والطلب. ولكن قانون الأرض والطلب لم يستطيع أن يحمي العمال المستضعفين مساكين، هو ضعيف، كيف يستطيع أن يقف أمام يعني مهما كان له حرية أمام الرأسمالية؟ فلذلك صارت مشاكل إلى أن ثارت أوروبا وثار العمال وتغيرت الرأسمالية، ما يسمى بالرأسمالية الحرة، إلى الرأسمالية المقيدة بسبب ثورة العمال ونقابات العمال. ونحن في الإسلام قبل ذلك هذه الأمور نظمت تنظيم غريب جدا. والله أنا شخصيا حينما يعني كانت رسالتي في العقود ما كنت أفهم إلا بعدما خضت غمار هذا، حتى حماية للطرف الضعيف حتى لا يظلم. هناك حقيقة أيضا مجموعة من الحقوق الأساسية في هذا المجال. يعني إحنا موقف الإسلامي الحالي باختصار شديد عن الإجابة عن هذه الأسئلة المثارة، موقفنا نحن نرفض أي ظلم يقع على أي إنسان. الإسلام يرفض، ونحن نطالب بإزاحة الظلم. ولا يمكن أن يبارك الله سبحانه وتعالى في أعمال يكون فيها الظلم أبدا. ولذلك حقيقة أنا فصلت في هذه المسألة أيضا الممارسات المعاصرة. ولكن أنا أود أن أقول لحضراتكم، إذا كان هناك بعض الأمور في دولنا الخليجية حقيقة هذه لا تمثل القضية العامة، هناك يعني حالات فردية. معظم الخليجيين ومعظم المسلمين ومعظم العرب بل معظم الإنسان المحترم دائما لا يمكن أن يؤذي الآخر ولا يمكن أن يظلم. فلذلك بعض الحالات لا يجوز. أنا أعجبتني إحدى الأخوات دكتورة في بحثها قال لما إحنا عملوا ضجة كبيرة على قطر بأنه مات عدد كبير جدا من العمال الهنود، لما عملنا مقارنة بين العدد الموجود وعدد القتل وجدنا أن الذين يموتون في الهند 10 أضعاف ما يموتون في قطر من باب الحق والعدل. فلذلك نحن أيضا لا نريد أن يسيس، أن يجعلوا هذه الأشياء مسيسة، أنه والله الدولة الفلانية لها مواقف مشرفة نحن نحاول، أو عندها شيء نحن نضربها، هذا لا نقبل بها أيضا. نحن نطالب بالإصلاح، نطالب بالقيم الإسلامية، ولكنه في نفس الوقت نرفض أيضا التدخل المسيس الذي ليس لا لله ولا للعمال وإنما لأجل قضايا خاصة. والأمر الآخر بصراحة أيضا، نحن صحيح نشكر بصراحة، ونحن حتى باسم الاتحاد العالمي شكرنا ألمانيا وشكرنا نمسا وشكرنا كل الدول، لكنه حقيقة الآن الغرب يتجه بصراحة إلى نظام أقرب ما يكون إلى ربما إلى نظام الانتقاء ونظام الكفالة. ولكن لا يعني أننا نحن نقبل بالكفالة المقيدة، نريد أن تكون هناك ضوابط محترمة تحمي حقوق العمال وحقوق الموظفين حسب ما يريده شريعة الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لنا أن نكون رد فعل لا لهذا ولا لذاك.
عندنا شريعتنا وعندنا مبادئنا ونستفيد كذلك من تجارب الآخرين. وكما قال يعني في الحديث موقوفا ويعني ومرفوعا: الحكمة ضالة المؤمن فهو أحق بها أن وجدها. هناك أشياء كثيرة كنت أريد أن أقولها حتى لا أطيل على حضراتكم، أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور القرداغي. الآن أطلب من الدكتور جواد سيد أن يدلو بدلوه. مساء الخير سيداتي وسادتي، بادئ ببدء أريد أن أشكر الدكتور الشيخ القرداغي لحديثه المستنير ولنهجه المتسق مع مبادئ الإسلام وحديثه عن حقوق العمال والمهاجرين. هذه القضايا يجب الحديث عنها ليس فقط في بلد ما أو ببلد ذو أغلبية مسلمة، ولكن في البلدان برمتها. كما شرحت في واحدة من مداخلاتي هذا الصباح والتي كانت جزءا من الندوة هذا الصباح، إن مسألة حقوق الإنسان وكذلك حقوق العمالة المهاجرة هي ليست قضية تخص الإسلام في مقابل الغرب أو العرب في مقابل الغرب. إن أبحاثي السابقة التي قمت بها كانت لها علاقة بالقضايا والتحديات التي تواجهها المرأة المهاجرة في أستراليا وكذلك العمال في المملكة المتحدة، والآن ركزت على المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وبشكل خاص العاملات المزازل في دولة قطر. وبإمكاني أن أرى بشكل واضح أن هناك قضايا ومشاكل متشابهة. المسألة لا تتعلق بجانب في مقابل آخر، هناك بعض المشاكل والتحديات هي مشتركة، وبالتالي نحتاج أن نجد حلولا بشكل يكون فيه تضامن كل الأطراف. كما أشار وشرح الدكتور طارق رمضان في المقدمة التي قدمها، قال إنه هناك احتمالان عندما ننظر إلى قضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق العمالة الوافدة، وهذان الاحتمالان إما أن ننظر من منظور النص أو من منظور الواقع. على سبيل المثال الشيخ القرداغي قدم منظور النص، والآن سأحاول أن أرزك ركز على المجال المتعلق بالواقع. راي حدد أن الوقت هو محدود جدا، وبالتالي لابد أن ألتزم بما خوله لي من فسحة للحديث إليكم. إذن التوصيف الذي سأتقدم به هنا ربما سيكون إشكاليا وربما قد يكون مزعجا. عندما ننظر إلى المسألة من جانب أكاديمي، ما هي المنهجية التي ننظر إليها عندما يتعلق الأمر بعاملات المنازل في البيوت، عاملات المنازل؟ أنظر إلى المسألة من منظورين، سأشرح بعد قليل الجانبين. الجانب الأول هو الجانب التقاطعي، ودعوني أبدأ بعملية التنوع أو عدسة التنوع الإسلامي. على الرغم من الإسلام هو دين واحد، والقرآن هو كتاب واحد، والرسول محمد هو نبي واحد، على الرغم من كل ذلك فإن المسلمين أنفسهم هم مختلفون من بعضهم البعض بسبب اختلافهم للتفسيرات القرآنية والممارسات والإثنيات المختلفة المعتنقة لنفس الدين. لابد أن يكون هناك إقرار، وهناك إقرار أن الأفكار والإسلامية ليس بالضرورة تنعكس في الممارسات، مثلا التقديم النصي الذي قدمه المتحدثون الآخرون بعضه ربما قد ينعكس في بعض الممارسات، والبعض الآخر قد يكون افتراضي أو فردي. وبالتالي ليس بالضرورة هناك تطابق ما بين هذه النصوص وما يحدث في واقع الأمر. وفي حقيقة الأمر كما شرحت سابقا هناك اختلاف فيما يخص التفسير والممارسات على الأرض، وكذلك كيف بأن العاملات في المنازل كيف يعاملن في تركيا ربما قد يكون مختلفا قليلا بطريقة معاملتهن هنا في دولة قطر عندما يتعلق بالمعاملة. هناك مسألة أخرى
وهي عندما نتحدث عن مجتمع بعينه، إلى أي مدى نبذل جهدا لنتفاعل مع هذا الدور حتى لا نقوم بإعطاء إمكانية للتعبير على صوت معين على حساب صوت آخر أو إبداء رأي على حساب رأي آخر. لابد أن نبذل الجهد لنرى ما هو موجود عندما يتعلق بهذه المنظورات المختلفة. عندما يتعلق بما يسمى بالإنترسكشناليتي أو التقاطعية كمنهجية، ولابد أن ننظر ونأخذ من الاعتبار الترابط والتكامل ما بين الأبعاد المختلفة للهوية. هناك أصناف مختلفة، وبالتالي هذا التصنيف هل هو هو كامل كاف؟ هل يمكننا من معرفة ما يجري؟ ربما قد يكون لدينا قطريين ولدينا كذلك بعض الآخرين من دول أخرى من لبنان، ربما قد يكون لدينا نساء أخريات يعملن في وظائف متدنية المهارات، وكذلك نساء يعملن في المنازل. هل هناك مشاكل متشابهة أم هناك تحديات مختلفة من جهة إلى أخرى؟ وهذه النظرية، النظرية التقاطعية، تنظر إلى هذا الترابط والتكامل عندما يتعلق الأمر بالعرق والدين والطبقة الاجتماعية وما إلى ذلك. دعونا ننتقل القضايا الأساسية التي تواجه المرأة العاملة في المنازل، ليس فقط في دولة قطر وإنما في مناطق مختلفة من العالم. وعندما أقول في مناطق مختلفة من العالم، أتحدث كذلك عن الدول المتقدمة، وبالتالي لابد أن أؤكد هذا ليس نقدا لدولة قطر أو لدول ذات الأغلبية المسلمة، وإنما هذه مشاكل تجدها في قارات مختلفة من العالم. هناك مشكلتان تم تحديدهما. المشكلة الأولى وهن معظم هؤلاء النساء إما من طبقات ذات مهارات متدنية أو متوسطة، هذا ما تم تحديده أولا. والمكون الثاني وهو مزعج، هو أن هناك تقارير تتحدث عن انتهاك حقوق هؤلاء النساء، وكذلك استغلال هؤلاء النساء. بعض هذه التقارير مبالغ بها، والبعض الآخر ليس مبالغ بها، وبالتالي هذه القضايا هي التي تشكل قضايا التي تناقش من منظور حقوق الإنسان ومن منظورات أخرى. إذن ما هو موضع قطر عندما يتعلق الأمر بالعمالة الوافدة؟ ونحن نعلم أن قطر تتكون من 2 مليون تقريبا عدد سكانها، وتقريبا 88% أو 86% هم من العمالة الوافدة، ومعظمهم من الهند ونيبال والفلبين وسريلانكا وبنغلاديش. وكذلك هم قطر هي من أكثر دول الوجهة عندما يتعلق بالعمالة الوافدة في العالم، وبالتالي أريد أن أقول إن دولة قطر قامت بإحصاء عدد السكان، وهناك عدد كبير يعملون في هذه القطاعات، وبالتالي الأغلبية من هؤلاء يعملون في المنازل. 132,000 رجلا يعملون في المنازل، 132,000، 84,000 من النساء، و 30,000 من الفلبين كعاملات منازل، و 20,000 من أصول إندونيسية. إذن بالنسبة للأسر القطرية، ربما تستعين بعاملتين وعامل واحد كسائق. وسأنهي مداخلتي بعد قليل، لكن هناك مستويات مختلفة من الهشاشة التي تم تحديدها. وفي مراجعتي النقدية لابد أن أقول أنه حتى الآن ليس هناك
دراسة كمية الخاصة بالعاملات في المنازل وإحصائيات، ليس هناك إحصائيات رسمية متاحة، وبالتالي هذه فرصة بالنسبة لمسؤولي الحكوميين ليقوموا بمراقبة هذه المسألة. عندما نراقب المسألة نتمكن من إدارتها بشكل أفضل. لكن عندما قمت بالمراجعة قمت بمراجعة ثلاثة من هذه المصادر التقارير التي تقدمتها مجموعات الحقوقية بما في ذلك Human Rights Watch وAmnesty International، وهذه واحدة من المصادر. المصادر الثانية وهي الأبحاث الأكاديمية، بعض الدراسات تم القيام بها من قبل الري الذي يجلس هنا على يميني، وكذلك بعض الدراسات الأخرى قام بها خبراء آخرون وحول دول مجلس تعاون الخليج العربي، وبعض الدراسات الأخرى ركزت على العملات الوافدة في دولة قطر. هذه كانت أو هذا كان هو المصدر الثاني. المصدر الثالث هو التقارير الإعلامية. أحيانا التقارير الإعلامية تكون مفيدة، أحيانا لا يتم تسليط الضوء عليها، وبالتالي استعنت بهذه المصادر الثلاثة وتمكنت من تحديد ثلاثة أبعاد أساسية متنوعة الجوانب عندما يتعلق الأمر بالعاملات في المنازل هنا في دولة قطر. إذن أول شيء وهو الفقر الاجتماعي، وكذلك يعانين كذلك من التهميش، وكذلك يجدن أنفسهن فقط في المنزل، وأحيانا تكون ظروفهن صعبة للغاية، وأحيانا محفوفة بالمخاطر وتقفل عليهم البيوت وما إلى ذلك. هذا ما تم رفعه في التقارير في المختلفة. وكذلك فإن رب العمل يكون سلطويا، وبالتالي هذه عادة تكون ربة المنزل هي التي تكون سلطوية في تعاملها مع خادمة المنازل، وهذا تم رفع تقارير حوله. وأحيانا ربة المنزل فإنها تسيء استخدام السلطة تجاه هذه العاملة في المنزل. وكذلك هناك نظام قانوني غير مصمم العاملات في المنازل، وبالتالي فإن العاملات في المنازل لا يغطيهن قانون العمل، وهذا لا ينطبق فقط على دولة قطر. دولة قطر ليست استثناء، وبالتالي يصعب علينا إصلاح هذا القانون لأنه غير موجود. وبالتالي على مستوى المستويات وعلى مستوى العلماء المسلمين نحتاج إلى مساعدات، وعلى مستوى كذلك المجموعات الحقوقية والوكالات الحكومية وكذلك المراكز البحثية كلها لابد أن تنظر إلى هذه المسألة. دعوني أعطيكم لمحة سريعة جدا حول العاملات في المنازل. لدي الكثير من الأمثلة كما قلت لكم، وهناك ثلاث أنواع من المصادر التي استندت عليها. لدي بعض الأمثلة لكن بسبب ندرة الوقت فإنني سأركز على مثال واحد. لدي حالة والتي شدت انتباهي بعد دعوة ري لي للمشاركة في الندوة قبل أشهر، وفي ذلك الوقت عندما كنت أجمع البيانات وأقوم ببعض التحليلات، هذه الحالة بشكل خاص شدت انتباهي. لم يتم تعاطي معها أكاديميا، لكنها حظيت بكثير من تسليط الضوء في وسائل الإعلام الاجتماعية وغير الاجتماعية، وكذلك تم تغطيتها من خلال دوحة نيوز واحدة من الصحف المحلية، وهي متعلقة بفتاة إندونيسية عمرها 25 سنة، وهذا التقرير تم تقديمه في أبريل 2015. إذن هذه قصة حديثة. إذن دخلت إلى المستشفى بعد لثلاثة أيام بسبب ضربها من قبل رب العمل وبسبب كسور. ودعوني أقرأ لكم التقرير. وتم ضربها بمادة حديدية أو معدنية بخرطوم، وهربت إلى منزل مشاور حيث سمح لها بالدخول، وصديقتها اتصلت بالشرطة، وبعد رؤيتها للضحية اتصلت بسيارة إسعاف وأخذت إلى مستشفى عام، وحصلت على ستة غرز لإغلاق الجرح الكبير، وكذلك عانت من كسور كذلك في الرسغ أو المعصب.
وقالت في بادئ الأمر في البداية كان فقط يصفعني، لم يكن الأمر سيئا لكن تفاقم الوضع وأصبح سيئا. قال أنا أزعجه لأنني بطيئة في عملي، والأطفال أخبروه أنني أضربهم لكنني لا أضربهم، فبدأ بضربي مرة أخرى. لابد أن أؤكد أننا لا أدعي أن هذه هي الحالة الموجودة في أغلبية المنازل هنا في دولة قطر، لكن هذه تعتبر أقلية، لكن هذه الحالات وحالات مماثلة تم رفع تقارير حولها. وهذا يعني وبشكل خاص عندما يتعلق بالحالات عندما تصبح محفوفة بالمخاطر، فإن هؤلاء النسوة اللواتي يعملن في المنازل لا يحظين بحماية قانون العمل، وبالتالي هذه فرصة بالنسبة للحكومة لتفكر في الأمر أن هناك قضايا لابد من التعاطي معها. وكما قال الشيخ القرضاغي أن هذه الحالات هي ليست متسقة بالمبادئ الإسلامية، مبادئ الإنسانية وما إلى ذلك. عندما يكون هناك انتهاك، وهناك انتهاك لهذه المبادئ الإسلامية، وكذلك هناك كذلك انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن هناك فرصة بالنسبة للحكومة لتتدخل. في النهاية أريد أن أتقاسم معكم بعض الأمثلة المثيرة للاهتمام من تاريخ الإسلامي، وهي ذات الصلة بحالات العاملات في المنازل وكيف يجدر بنا أن عاملهم. مثال له علاقة بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بنته السيدة فاطمة كانت لديها خادمة، وخادمتها كانت من الحبشة اسمها كان فزة، والسيدة فاطمة كانت تعمل بالتناوب مع فزة، يوم للسيدة فاطمة ويوم لفزة، كانتا تتناوبان على العمل حتى تحظى كل واحدة منهن بالراحة. والقصة الأخرى من تاريخ الإسلام وهي تتعلق بكيفية التعامل مع الخدم، هذه القصة للخليفة عمر. عندما غادر الخليفة عمر من المدينة إلى القدس كان معه فقط جمل واحد وغلام، وبالتالي كانا يمتطيان الجمل بشكل متناوب. وعندما اقترب من القدس قال الخادم أو الغلام أريد أن أعطيك الآن الفرصة لتمتطي صهوة الجمل، لا يجدر بك أن تدخل القدس وأنت ماشي وأنا على الجمل. فقال رفض عمر وقال لا، هذا لا يجوز. وبناء على هذه الملاحظات لابد أن ينظر إلى هذا الأمر على المستوى الأكاديمي والحكومي، لابد أن ننظر إلى مسألة التقاطعية، الترابط والتكامل بين أبعاد متعددة للهوية بما في ذلك الهجرة، العرق، وبما في ذلك الأمور الأخرى. وعندما نطور منظورا تقاطعيا مترابطا سيكون هناك أمل يمكننا من تحقيق الإصلاحات المساواة ما بين الجنسين، وكذلك مساعدة هؤلاء النسوة المخفيات ومساعدة نساء أخرين. شكرا جزيلا، شكرا على مداخلتك أخيرا، ونحن يداهمنا الوقت، ومن دون أي تأخير سيد جابر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أنقل لكم تحيات رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المري، والذي كان وده أن يكون مشاركاً ولكن لظروف المؤتمر المنعقد يوم 15-16 وهو عن الحوار العربي الليبيري الأمريكي انشغل عن الحضور في هذه الليلة، وكلفني بأن أنقل لكم التحيات وأنقل لكم الدعوة إلى حضور هذا المؤتمر. السيدات والسادة الحضور الكرام، بداية يطيب لنا أن أتوجه بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بعظيم الشكر ووافر الاحترام والتقدير لسعادة الدكتور طارق رمضان رئيس مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاقي على دعوة سعادته الكريمة، متمنياً لسعادته شخصياً ولمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق الموقر دوام التقدم والرقي. السيدات والسادة الحضور الكرام،
أصبحت حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمال أو الوافدين على وجه الخصوص من أهم الموضوعات المعروضة على الساحة الدولية والإقليمية والوطنية، ويرجع ذلك إلى ارتباطها بالإنسان ذاته وبكرامة الإنسان وقدره المتصلين فيه، باعتبار أن الإنسان هو المستفيد الأول من موضوعات حقوق الإنسان، ومن ثم يجب أن يشارك بفاعليه في أعمال هذه الحقوق. على الصعيد الدولي أو على صعيد أو كذلك في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، نؤمن بأنه لا بد من الانتقال بحقوق العمال من مجرد معايير ونصوص دولية وأقليمية ووطنية مكتوبة إلى أن تصبح واقعاً ملموساً نمارسه، وأن يصبح احترام كرامة الإنسان وقدره جزء من ثقافتنا وسلوكياتنا، ليتمكن كل إنسان من أن يحيا بكرامة كبشر متحرراً من الخوف ومن اللفاقة في جو من المساواة والحرية والعدل، وهو ما يدفع قدماً بعمليات التنمية والأمن وحقوق الإنسان نحو الإيمان. انطلاقاً من الإيمان بأن كل إنسان يجب أن يكون مسؤولاً عن نفسه فقط، انطلاقاً من الإيمان بأن كل إنسان يجب ألا يكون مسؤولاً عن نفسه فقط، بل مسؤولاً عن كل البشر، وعلى العامل أن لا يتنازل عن حريته مقابل قوت يومه، وإلا فقد كرامته الإنسانية وقدره، وبات لا يستحق لا حرية ولا قوت يومه. فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي نسب إلى الله عز وجل، وأمر الملائكة بالسجود له في قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، صدق الله العظيم. لذا يجب أن يكون الهدف هو تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل على نحو منصف ومتوازن لكل من الطرفين دون افتئات طرف على آخر. ويجب أن نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكل القائمين على هذه الندوة التي تتيح الفرصة لإلقاء نظرة على منظومة العمالة الوافدة في دولة قطر، لما لها من خصوصية تتمثل في أنها تشهد ظاهرة انتقال العمالة على نطاق واسع، وتعمل الدولة جاهدة على الارتقاء بأوضاع حقوق العمال، غير أنه في ذات الوقت فإن هناك نظما قانونية تنطوي على تقييد لحقوق العمال، وتحتاج إلى تعديل على رأسها نظام الكفالة وماذونية الخروج وعدم امتداد قوانين العمل لحماية المستخدمين في المنازل وغيرها، وأن هناك تنظيما قانونيا دوليا للعمال وحقوقهم يجب أن يراعى. وسوف نحاول هنا إلقاء الضوء سريعا على بعض المعايير والمفاهيم الدولية، ثم نتطرق للواقع العملي. هجرة البشر، تعتبر هجرة البشر من منطقة إلى أخرى ظاهرة إنسانية قديمة، قدم الإنسان، حيث كانت الظروف الحياتية والمناخية تفرض عليه الانتقال المستمر من مكان إلى آخر، فالمجاعة والفقر والزلازل والفيضانات وانتشار الأمراض والحروب، وبالأخص الحروب الأهلية، كلها عوامل فرضت على الإنسان الهجرة من الموطن الرئيسي إلى دول ومناطق أخرى، غير أن الهجرة من أجل العمل وتحسين ظروف المعيشة ومستوى الدخل، أو الهجرة من أجل الاستثمار وهي التي تسمى بالهجرة الاقتصادية، فهي ظاهرة حديثة. ولذلك فإن التنظيم القانوني لهذا النوع من الهجرة يعتبر أيضا تنظيما حديثا. لقد أشارت ديباجة دستور منظمة العمل الدولية التي تأسست عام 1919 إلى حماية مصالح العمال المستخدمين في بلدان غير بلدانهم. وعلى الصعيد الوطني للدول، فلقد كانت النظم القانونية تتضمن نصوص تخضع فيها العامل الأجنبي في دولة العمل للقوانين الداخلية، أكان على صعيد شرعية إقامته أو على ممارسات العمل أو غيرها من الإجراءات. ثم تطور الوضع مع تزايد الهجرة من أجل العمل، حيث برزت نظم القانونية للهجرة بين الدول المصدرة للعمالة، وذلك بهدف حماية حقوق العمال وعدم الإضرار بوضعهم الاقتصادي والاجتماعي من جهة،
وحماية الأمن الوطني للدولة المستقبلة للعمالة من جهة ثانية، فضلاً عن حماية العمالة المهاجرة من الاستغلال والتمييز. ولذلك برزت ما يسمى بالاتفاقيات الثنائية في شان تنظيم الهجرة بين الدول أو تنظيم إقامة وعمل العمال في الدولة المستقبلة للعمالة الوافدة. كما برزت أنواع أخرى من النظم القانونية للهجرة، حيث توسعت الاتفاقيات من ثنائية بين دولتين إلى اتفاقيات إقليمية تنظم عمليات الهجرة من أجل العمل بين مجموعات من الدول. وأخيراً انتقلت النظم القانونية للهجرة إلى مرحلة أكثر تطوراً، حيث أصبح القانون الدولي هو الذي يصيغ وينظم الهجرة من أجل العمل، وتشرف عليه منظمات دولية مثل الأمم المتحدة أو وكالاتها أو المنظمات ذات العلاقة بها مثل منظمة العمل الدولية. وتندرج الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ضمن هذا النظم القانونية الدولية، حيث صدرت من الأمم المتحدة. التنظيم القانوني الدولي لحقوق العمال، لاقت موضوعات حقوق العمال اهتماماً بالغاً داخل أروقة الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم، كما كانت جل اهتمام منظمة العمل الدولية منذ إنشائها عام 1919، ودبجت من أجل حقوق العمال مئات الصكوك والمواثيق الدولية. على سبيل المثال، الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمال رقم 97، كذلك الاتفاقية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة العمال المهاجرين رقم 143، كذلك اتفاقية الصخرة لعام 1930 رقم 29، وكذلك اتفاقية تحريم الصخرة لعام 1957 رقم 105، كذلك اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949 رقم 98، وكذلك اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948 رقم 87، وكذلك اتفاقية سياسية العمالة لعام 1964 رقم 122، والتوصية بشان الهجرة من أجل العمل، والتوصية بشان العمال المهاجرين. كما صدرت عدة اتفاقيات عن عصبة الأمم المتحدة مثل الاتفاقية الخاصة بالرق، والتي وقعت في جنيف في 25 سبتمبر 1926، كذلك الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والإعراف والممارسات الشبيهة بالرق، والتي حررت في جنيف في 7 سبتمبر 1956 ودخلت حيز النفاذ في 30 إبريل 1957، وكذلك اتفاقية الصخرة لعام 1930 التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في عام 1930 ودخلت حيز النفاذ أول مايو عام 1932، كذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990 والتي دخلت حيز النفاذ في أول عام 2003. هناك الاتفاقيات الدولية لحقوق العمال أو لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وهي على أربع محاور. واحد، اتفاقية شاملة تغطي حقوق العمال وحقوق العمل والثقافية في حق التعليم والصحة والسكن، وكذلك تشمل العمالة المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، وكذلك تشمل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كذلك الاتفاقية تسرع على جميع العمال دون أي اعتبار لمدة العمل والإقامة، لذلك فهي تسري على العمال المؤقتين العاملين لمدة محددة. اعتمدت هذه الاتفاقية على المبادئ المنصوص عليها في الصكوك الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وأيضاً المبادئ والمعايير الواردة في الصكوك ذات الصلة والموضوع في أطار منظمة العمل الدولية. وقد أشارت الاتفاقية في ديباجتها على أن أهداف منظمة العمل الدولية كما ورد في دستورها هو حماية مصالح العمال عند استخدامهم في بلدان غير بلدانهم. وقد أدركت الأمم المتحدة أهمية وحجم ظاهرة الهجرة التي تشمل ملايين الناس وتمس عدداً كبيراً من الدول في المجتمع الدولي، كما أدركت أثر تدفق موجات العمال المهاجرين على الدول والشعوب المعنية، وأخذت في الاعتبار حالة الضعف التي كثيراً ما يجد العمال المهاجرون
وأفراد أسرهم أنفسهم فيها بسبب أمور منها بعدهم عن دولة المنشأ والصعوبات التي يمكن أن تصادفهم والناشئة عن وجودهم في دولة العمل، وأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لم يعترف بها بقدر كافي في كل مكان، وأنها تتطلب حماية دولية وآليات وأطر مناسبة، وأن الهجرة غالبا ما تكون السبب في نشوة مشاكل خطيرة لأفراد أسرة العمال المهاجرين وكذلك للعمال أنفسهم بسبب تشتت الأسر، والمقصود بأفراد الأسرة الأشخاص المتزوجون من العمال المهاجرين وكذلك أطفالهم المعالين وغيرهم من الأشخاص المعالين. وقد نظمت الاتفاقية العديد من الحقوق، لعل أهمها الحق في مقادرة أي دولة وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة الحق في الحرية والأمان الشخصي وعدم التعرض للاسترقاق أو الاستبعاد وعدم العمل سخرة أو قسرا، والحق في التعويض العادل والكافي وعدم القبض أو الاحتجاز التعسفي وسرعة الفصل فيه، وحقهم في التعويض عن هذا الإجراء، وفي حالة المحاكمة يتعين حماية وضمان الضمانات الخاصة بالمحاكمة والإسراع دون إبطاء، وعدم سجن العامل لمجرد عدم وفائه بالتزام تعاقدي، والحق في معاملة في معاملته لا تقل عن المعاملة التي يتمتعون بها رعاية الدولة من حيث شروط العمل والأجر، والحق في المشاركة في الاجتماعات والنقابات، وكذلك الحق في حماية وحدة أسر العمال المهاجرين ولما شمل الأسر، والحقوق المرتبطة بحرية العمل والحماية من الفصل واستحقاق البطالة، والحق في الحصول على عمل بديل في حال فقدان العمل أو إنهاء النشاط الآخر الذي يزاولونه مقابل أجر، ووضعت آلية لحماية تقرير تطبيق الاتفاقية وهي لجنة حقوق العمال المهاجرين. المنظمات الحقوقية والعمالية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. المنظمات الحقوقية والعمالية تؤكد بأن حق أي دولة أن تعطي الأولوية لمواطنيها في توفير العمل، وتضع السياسات الكفيلة بقصر بعض المهن على المواطنين أو فرص نسب من المواطنين لمهن ونشاطات محددة، كما من حقها أن تميز المواطنين في الخدمات الاجتماعية ومجانية التعليم من حق أبناء الوافدين في دخول المؤسسات التعليمية. ولكن التمييز بين المواطنين وغير المواطنين يصبح مرفوضاً إذا ما تم تطبيقه في حقوق العمل مثل الأجور والتأمينات الاجتماعية وإصابات العمل والإجازات الاعتيادية والخدمات القانونية وشروط وظروف العمل. وعند هذه المفصل فإن جميع الاتفاقيات الدولية تؤكد على ضرورة تطوير التشريعات المحلية حتى تتلائم وتنسجم مع معايير العمل الدولية وحقوق الإنسان. أخيراً، موقف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من انضمام دولة قطر للاتفاقية. تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة الإسراع في دراسة انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، نظراً لأهمية هذا الانضمام لدولة قطر على الصعيد الدولي، مع ضرورة الإشارة إلى المقصود بالعمال المهاجرين هم أولئك الذين يعملون خارج بلادهم، ومن ضمنهم الذين يعملون في دول أخرى لفترة مؤقتة وليس بقرض الإقامة الدائمة، ومن ثم فلا خوف من أن يترتب على انضمام الدولة لتلك الاتفاقية هجرة عمالة وافدة أو هجرة دائمة إليها، بما يؤثر على التركيبة السكانية للمواطنين الذي تدرك اللجنة جيداً تأثيره على الدولة في ظل قلة عدد المواطنين القطريين بالنسبة لغيرهم من سكان دولة قطر الوافدين. وهناك بعض من التوصيات من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي ضرورة وجود خطة وطنية لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان للعمالة الوافدة تشارك فيها كل وزارات وأجهزة الدولة، وكذلك استعراض وتنقيح التشريعات الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك تفعيل دور المجتمع المدني وحثه على إنشاء تكوين جمعيات معنية بحقوق العمالة الوافدة، وكذلك التدريب المستمر والمتخصص للموظفين الحكوميين المسؤولين عن وضع السياسات العامة وعن إنفاذ القوانين وعن الهجرة وغيره
وغيرهم من الموظفين المعنيين، كذلك ضرورة استصدار تشريعات لحماية حقوق المنازل، كذلك ضرورة تفعيل المواثيق والتشريعات الخاصة بحقوق العمال على أرض الواقع، وحماية حقوق المرأة والأطفال الوافدين، وحماية الحق في لم شمل الأسرة وعدم فصل الأطفال عن والديهم، وكذلك نشر معلومات عن حقوق الإنسان للعمال وعن مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودور هذه العمالة في عملية التنمية في الدولة، كذلك حث الدولة على الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق العمال، وكذلك احترام الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة مع ضرورة مؤامة التشريعات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولحقوق العمال بشكل عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا، من الرائع استقاء وجهة نظرك. أريد أن أضيف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هي اللجنة الأكثر نشاطا، المنظمة الأكثر نشاطا في توفير المساعدة للعمال الوافدة ولأولئك الذين تعترض سبيلهم مشاكل. وبطبيعة الحال دعونا اللجنة لكي تدلو بدلوها في هذا المقام، وأحسنت، وهي أيضا توفر المساعدة القانونية أيضا للمهاجرين الذين يحتاجون المساعدة القانونية. ربما استهلكنا الوقت برمته، ولكن إذا ما أردتم أن تبقوا بعد الشيء، وأطلب من السادة والسيدة أن يبقوا لكي يجيبوا عن الأسئلة التي سيعرضها الحضور. وأريد ربما أن أقيدكم بطرح سؤال عوضا عن الإدلاء ببيان أو عوضا عن التعقيب. الوقت داهمنا، ولا أدري إذا ما سيطلب منا أن نغادر القاعة في مرحلة ما، ولكن يمكننا أن نبقى قدر الإمكان لكي يساهم الحضور الكريم. ولكن قبل ذلك أريد أن أطلب منكم أن تنضموا إلي لشكر المتحدثين والمتحدثات الذين خصصوا وقتهم ووفروا العروض التقديمية المميزة. شكرا جزيلا لكم. So, please just raise your hand if you would like to ask a question. أرجو أن ترفعوا أيديكم إذا ما أردتم أن تطرحوا سؤالا، وأرجو أن تعرفوا عن أنفسكم، وإذا ما أردتم أن تطرحوا سؤالا أو توجهوا سؤالا لشخص بعينه. إن أزمة اللاجئين في الوطن العربي مرتبطة بسوابق العراقيون والفلسطينيون، أعني، وما يجري الآن هو استمرار لما حصل في سنوات في نقاش اتفاقية اللاجئين ل 1951. لوي ماسينيو لما دعي للنقاش أكد على مفهوم إعطاء الأمان للآخر. إعطاء الأمان للآخر اللي هو أحد مرتكزات الاتفاقية بناه لوي ماسينيو على ملاحظتين، على تجربته الشخصية في العراق وعلى حماية السوريين لمجموعة الأرمن في جنوب سوريا. وبالتالي فالاتفاقية التي لم توافق عليها معظم الدول العربية أحد مرتكزاتها هي الثقافة العربية الإسلامية. Secondly، ما نتحدث عن الإصلاح، أعتقد أن الإصلاح القانوني مهم للغاية، ولكن يجب أن يحسن من خلال التغيير المجتمعي. وأيضا نحتاج إلى وجهة نظر إقليمية. الإمارات العربية المتحدة، الكويت وقطر هي دول تعنى بهذا الإقليم ومنظومة الإقليم هذا، وما نراه هو غياب وجهة النظر الإقليمية فيما يخص الهجرة واللجوء في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الدول العربية يجعل الأمر أكثر تعقيدا. أما في المقابل وخلال الأسبوعين الماضيين رأينا
meeting in Europe. انعقاد لقاءات وزارية في أوروبا لكي تتحدث عن هذه المسألة وتحلها. أما في الدول العربية فإن دولة ما تعتقد أن بمقدورها أن تحل المشكلة اللاجئين أو مشكلة الهجرة بعينها من دون تنسيق. أعتقد أنه إذا ما أردنا أن نعيد التفكير في المسألة يجب أن نقارب المسألة من خلال سعة الأفق. يجب أن نتمتع بسعة الأفق ويجب أن ننظر إلى المسألة من جانب إقليمي. أعرف أن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية تحتاجان إلى احترام حدود البلد اللتان تعملان فيه، ولكن لا أعتقد أن ثمة صحيفة في الخليج يمكن أن يعتمد المرء عليها كمصدر. أنا نعرف في العالم العربي كيف تقوم الصحف بالتعامل مع هذه القضية الحساسة. شكرا، شكرا جزيلا. سأستقي ربما أسئلة واحد تلو الآخر كدفعة واحدة. لدي سؤال ربما بسيط وسريع. الكثير من المبادرات تمضي على قدم وساق على المستوى السياسي لكي ننظر في قضية المهاجرين في قطر وفي بلدان أخرى. كما قال السيد الأول إن القضية قضية عالمية ولا ترتبط ببلد دون غيره. ماذا يمكن فعله كأفراد على المستوى اليومي، كأفراد من العامة؟ ماذا يمكننا فعله لكي نساعد بأي طريقة من خلال التطوع ربما، ومن خلال التبرع بالمال، أو ربما الإحسان، أو الاشتراك في مؤسسة خيرية؟ ماذا يمكن فعله قبل نهاية عام 2016؟ لأن هناك أمور جديدة يمكن أن تتكشف حينها. شكرا، سؤال وجيه. نعم، شكرا. لدي سؤال وجهه للسيد جواد جافيد. سيد، بدأت بالحديث عن القضايا والوضع في الخليج وفي قطر وكأنها شبيهة بما يحصل في كافة أرجاء العالم. أريد أن أعرف أين أوجه الشبه وكيف يمكن لهذه الأوجه أن تصدى لها، أو كيف تصدت لها الدول الأخرى ووصلت إلى حل أو حلول. السلام عليكم ورحمة الله. أبا محمد راح أحكي بالعربي. النقطة الأولى اللي عاوز هايلايتد هي موضوع مثلا المنطقة الصناعية هنا في قطر. مشكلة التجمع منطقة من مئات الآلاف من الذكور في منطقة واحدة، محرومون من العودة لمنازل لأوطانهم كل سنتين حسب العقود أو وسطي العقود في للعمالة الوافدة هنا في قطر. مشكلة جعلت هي السبب الأساسي لظهور شذوذ الجنسي وخلافه في 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 هذه المنطقة. نحتاج للتركيز على التأثير النفسي السلبي للقيود لقيود العقود هنا الموجودة في الخليج بشكل عام وتأثيراتها الاجتماعية. نحتاج للتركيز على هذه الناحية حتى نتوخى الحذر عندما نقوم بتشريع قوانين أو إلغاء أمور معهودة. وهذه قصة أو نقطة صغيرة يمكن إضاءتها في هذا الناحية. النقطة الثانية للشيخ الدكتور القرداغي، لا أعلم ما هي وجهة نظر الإسلام تجاه العقود المفتوحة. حتى التعديل الأخير لمسودة قانون العمل في قطر أبقت فكرة العقود المفتوحة، أن يكتب العقد للموظف من غير تحديد مدة سنة سنتين ثلاثة، عقد مفتوح. وهذه هي الغالبية، للتأكيد هذه هي الغالبية العقود الموجودة للموظفين، ليست محدودة بسنة أو سنتين إنما مفتوحة. متى ما أراد صاحب العمل الامبلوير قبل شهر أو شهرين يخبر العامل
انتهى عقدك، لديك شهرين لتلملم حاجياتك وتذهب إلى منزلك. العقود مفتوحة، ما وجهة نظر الإسلام لهذه النقطة وانعكاسها على شرعنة هذا الشيء في القانون الجديد حتى في المسودة؟ أشكر الدكتور جواد لإضاءته لنقطة تبادل الهجرات. إذا تكلمنا عن الهجرة السورية في الوقت الحالي، الكل يعلم أن سوريا كانت مزاراً ومأوى للعديد من الهجرات، والآن اليوم السوريون يهاجرون. نفس الشيء موضوع الهجرات العمل، إذا تكلمنا عن العمل، هناك وثيقة ظهرت حديثاً منذ سنة عن تبرع من الصومال للسعودية قبل 50 عام لمساعدتها على أمور داخلية. الآن الصومال في أسوأ حالة يمكن اقتصادية يمكن رؤيتها، والسعودية ولله الحمد في حالة أحسن. لذلك الكفة هذه الأيام ندولها بين الناس، الكفة تنقلب من جهة أخرى. شكراً لكم. شكراً. Okay, let's stop there and allow some responses from our panelists. نجيب عن الأسئلة التي طرحت. شكراً ري وشكراً للمساهمين والمشاركين. هناك سؤال عن الصحافة. نعم، بطبيعة الحال بعض مواد الصحافة يمكن أن تعكس أمراً غير موجودين، ولكن في هذه الحالة البند الذي اخترته كان متماشياً مع التقارير الأخرى. على سبيل المثال، مواد مميزة يمكن أن إعادة إنتاجها ويمكن استقاؤها من الدراسات الأكاديمية وما شكل ذلك. لذلك الأمر لم يكن بعيداً عن الواقع، كان متسقاً ما يجري. وانطباعي هو كان كالتالي: بما أننا موجودون في منطقة يسلط فيها الضوء على كل شيء والجميع لديهم على سبيل المثال هواتف ذكية، فيمكنهم أن يعززوا من هذا البسعة. بالنسبة للسؤال الذي طرحته السيدة، أوجه الشبه بين القضايا التي تواجه العمل الوافد هنا في قطر وفي دول الخليج والقضايا التي يواجهها المهاجرون في الدول الغربية. ربما سأقتضب في إجابتي، ولكن عادة أنا أستخدم العدسات ذات الطبقات المختلفة عندما أستقصي هذه المسائل. على سبيل المثال، عندما أنظر في التحديات التي تعترض سبيل النساء المهاجرات في أستراليا، فإنني أستخدم على سبيل المثال عدسة اجتماعية دولية. أما بالنسبة للتحديات الكلية فإنها تختلف بين بلد وآخر، وهنالك أيضا تحديات جزئية. أما بالنسبة للمستوى الوطني الكلي فإن ننظر في المنظومة القانونية والتحديات التي تواجهها الجالية التي نستقصيها، وأما المستوى الآخر فإننا ننظر في المؤسسات وننظر في الموارد التي توفر من قبل هذه المؤسسات أو ذاك لكي تضم كافة الأطراف ولكي تعنى بالجالية. أما على المستوى الفردي فإننا ننظر في قضايا الهوية الفردية وأيضا التقاطعية وأيضا الكفاءة وربما فرادة الدهاء الفردي ومشاكل ذلك. وبالتالي هذا يمكن أن يكون مطبقا على جميع المهاجرين في هذا البلد أو ذاك وفي قطر، وبالتالي التعابير ستكون مختلفة. ولكن كما قلت، الأمر مرتبط بمستويات متعددة، وكما شرحت وحاولت أن أشرح في هذه الأمسية إنها القضايا التي تواجه المهاجرات والمستخدمات في قطر. هناك مشاكل على مستويات مختلفة، ليس على المستوى الكلي الوطني ولكن على المستوى القانوني والمستوى أيضا المنظماتي إذا ما صح التعبير والفردي. أنا لا أتحدث عن المنظمات الرسمية ولكن أتحدث عن أرباب الأعمال، أي أعني بذلك ربة العمل التي تستخدمهم. أما على المستوى الفردي بالفعل إن هناك قضايا يواجهنها، وهنالك أيضا معاملة
تفضيلية متصلة بجنسياتهن. على سبيل المثال أنا متأكد أو أفترض أنك تعيشي في قطر، وبالتالي أنت على دراية أن هنالك هرمية متصلة بالمستخدمات، بعضهن يحصلن على رواتب أكثر من الأخريات، وبالتالي فإن هذا متصل بالتقاطعية التي تحدثنا عنها سابقا. طبعا السؤال من الأخ محمد عندما قال أن هناك بعض العمال يمنع من المغادرة أو من المغادرة إلى بلدانهم، طبعا أي إنسان على أرض الدولة لا يوجد أي شخص يقدر يمنعه من مغادرته إلى بلاده مهما كان درجة هذا الشخص. ولكن احنا موقفنا في اللجنة، اسمح لي، احنا في موقفنا في اللجنة موقف متزن. عندما يتجه الينا عامل يريد ان او عنده الرغبة بالذهاب الى او المغادرة الى بلده، نتواصل مع كفيل هذا الشركة المسؤولة او كفيل هذا العامل، ويكون موقفنا موقف حيادي وموقف منصف، ليس مع عامل ضد رب العمل وليس مع رب العمل ضد العمل، ونطلب من هذا الشخص أسباب منعه من المغادرة. فإن كان هناك أسباب قانونية أو أسباب تدعي أن هذا العامل لا يغادر، نوضح للعامل. قد يكون العامل ملتزم التزام ماليا أو التزامات أخرى، وفي حالة سفر هذا العامل يؤثر مشاكل أخرى على بقية المصنع وبقية العمال. ولكن إحنا دائما موقفنا، فإن وجدنا أنه ليس هناك ما أي مبرر من قبل رب العمل، يتم مباشرة مخاطبة وزارة الداخلية ويستخرج لهذا العامل إذن خروجية دون الموافقة من رب العمل. هذا ما حبيت أن أوضحه. اللجنة الوطنية مكاتبها مفتوحة وهناك خط ساخن على مدار 24 ساعة، كذلك مؤسسات الدولة جميعها تعمل جاهدة للإنصاف العامل من رب العمل وكذلك إنصاف رب العمل من العامل. هذا ما حبيت أن أوضحه. حقيقة أنا أشكر الأخت الفاضلة على إحساسها الإنساني، وهذا هو المطلوب منا جميعا بصراحة. يعني كل إنسان يجب أن يحس بأخيه وأخته بأي جنس كان من أي، فأنا أشكرك جدا حقيقة، وهذا ما عهدنا هذا الموقف الإنساني من بعض الدول الأوروبية، وإحنا حقيقة أشهدنا بها وقمنا بعتاب شديد ولوم شديد لبعض الدول العربية التي لم تقم بواجبها. نحن لا نفرق، نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت دائما، هذا واجبنا نحن كعلماء. بالنسبة للسؤال أخ محمد حول العقود المفتوحة، يجب أن تكون العقود حقيقة قائمة على العدل والإنصاف، أما كونها مفتوحة لسنة أو أكثر فهذا يعود إلى تراضي العاقدين من ناحية الشرعية، فيجوز أن يتفق على أن يكون العقد لمدة سنة، ويجوز أن يكون العقد مفتوحاً أي يجدد بعد سنة أوتوماتيكياً، أو أنه عادة قانون العمل يفرض على رب المال لا يجوز له أن يفنشه فوراً، وحتى لو فنشه سوف يعطى له حقوقه، ومثل ما قال عندنا حقوق الإنسان إلى آخرها. لكن من ناحية الشرعية يجب أهم شيء أن تكون الحقوق متعادلة ومتوازنة. وشكراً للجميع، وشكراً لمركز التشريع والأخلاق على هذه الندوات المتميزة حقيقة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Just before you speak, can I just add one thing? أنت تحدث علي أن أضيف أمرا. إن العقد المفتوح يقول ليس هناك مدة محددة للعقد، ومن خلال الإصلاحات المقترحة حاليا فإن العقود المفتوحة يسمح بها بتغيير رب العمل بعد 5 سنوات، ونفهم من خلال ذلك أن هذه العقود هي ل5 سنوات، وقانون العمل يوضح المدة التي تخول لإختار العامل سواء شهر أو أكثر.
ولكن العمال لهم الحق بأن يتجهوا إلى الجهات المعنية إذا لم يسمح لهم بالمغادرة، ما يزيد عن 70 أو 75% من هؤلاء الرجال الذين يعملون في المناطق الصناعية هم متزوجون، هم هنا ليدعموا أسرهم في بلدانهم. المشكلة هي أنه ليس بإمكان من يجلب أسرهم إلى دولة قطر إلا إذا كان هناك حد أدنى من الراتب، ألا وهو 10,000 ريال قطري. لطيفة تفضلي. بشكل سريع جدا أريد أن أرد على سؤالك، ماذا بإمكاننا أن نفعله من أجل تحسين الحالة أو على الأقل توعية الناس من خلال ما رأيته في تجربتي، وأنا أعمل كاستشارية مع منظمة تعمل وتركز على حشد وكذلك التعاون مع الوكالات الحكومية والوزارات بشكل خاص في لبنان. وهنا أعطيكم المثال من لبنان، منظمات المجتمع المدني هي ناشطة بشكل كبير جدا في إذكاء الوعي داخل المجتمع فيما يخص هذه المواضيع، وخصوصا فيما يتعلق الأمر بعاملات في المنازل في لبنان، وذلك من خلال خبراء ومسؤولين يحاولون دائما أن يغيروا القوانين عندما يكون ذلك مطلوبا، خصوصا من خلال وزارة العمل أو من خلال وزارة العدل. إذن هذا التعاون ما بين الجهات المختلفة يكون عادة طويل الأمد صعبا. لست أدري إذا كان بإمكان جهود مجتمع المدني أن منظمات المجتمع المدني بإمكانها أن تؤدي إلى تحسين وضع العمالة الوافدة. على سبيل المثال مجموعات صغيرة، ليس بالضرورة أن تكون منظمة بشكل رسمي، بإمكانها أن تحاول أن تغير المواقف التي تكون أحياناً عنصرية عندما يتعلق الأمر بالعمالة في البيوت في لبنان بسبب الوصمة، وصمة العمل أو عاملات المنازل أو خادمات في المنازل. وهذه مشكلة، وهذه مشكلة في لبنان، وبالتالي يتم ربطها بجنسيات معينة، بألوان معينة، بعرق معينة، وجنسيات معينة. عندما ننظر إلى ما قام به الناس، وخصوصا عندما يتعلق بجلب واستقدام العاملات من إندونيسيا ومن أثيوبيا ومن دول مختلفة، فكانت هناك جهة دعت هذه هؤلاء العاملات ليتعرفنا على ثقافة البلاد. إذن هناك مبادرات مختلفة ترمي إلى تعريف هؤلاء الخادمات بثقافة البلاد. وقد سمعت إلى بعض الزميلات أنه عندما تم جلب هؤلاء العاملات في المنازل وتم جمعهن في مكان وقمنا بطهو بعض الأطعمة، البعض الأشخاص لم يرضوا من تذوق هذه الأطعمة، على الرغم من أنها كانت فرصة للتبادل والتعرف على الثقافة في هذه البلاد. أعتقد أن هناك أمثلة كثيرة لأشياء صغيرة تؤدي إلى تعزيز الوعي لدى الأشخاص، وبإمكانها تكون فعالة جدا. بعض هذه الأشياء عندما ننظر إلى المجتمع وعندما نحاول أن نطلب احترام للحقوق، هذه الحقوق الأساسية لدى هؤلاء العمال، هذه الأشياء التي تجعلنا نشعر أننا نقوم بشيء صحيح، ليس بالضرورة أنه قانوني أو ما إلى ذلك. نحاول أن نوصل رسائلنا بشكل جيد حتى نذكي الوعي
وبالتالي لابد كذلك أن نكون مباشرين، لابد ليس بالضرورة أن نناقش القوانين وما إلى ذلك، و اللبنانيون يقومون بهذه النشاطات بشكل مبتكر محاولة منهم لتخفيف العبء على العمالة الوافدة وبشكل خاص العاملين في المنازل. شكرا جزيلا لكم، لقد أطلنا الوقت بشكل كبير جدا. أريد أن أشكر المترجمين للدعم في هذه المحاضرة، أريد أن أشكركم جميعا لحضوركم وكذلك المتحدثين في هذه الجلسة للعروض التي قدموها. أريد أن أشكر الموظفين في مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق وكذلك لجهودهم في تنظيم هذه المحاضرة. شكرا لحضوركم، عمتم مساءً.